ورمينا 25 سنة ونحن نمشي بهذا الطريق. 25 سنة. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا إليها. لكن وصلنا إليها بصبر. ما وصلنا إليها براحة. وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة ومعاركة دول. معاركة دول أكبر عنا. وأعظم منا وأقوى منا. كنا نتعارك وياهم مو معركة بالسلاح، معركة بالتصرف، معركة بالكلام وبالمحاولات التي تنجينا من مواجهة من هو أعظم منا وأقوى منا. وصلنا والحمد لله خلصنا.